الحمد لله رب العالمين. يا رب زودنا التقوى واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ويكفر لنا الخير حيث كان انك على ما تشاء قدير. واشهد ان لا اله الا الله يقول في حديثه القدسي الجليل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. وان تقرب الي شكرا تقربت اليه ذراعا. وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. وان اتاني يمشي اتيته مسرعا. ابن ادم اطلب بطاعته رعاه فانه بالجود يعطي السائلين رضاه. هو اول هو اخر هو ظاهر هو ليس العيون تراه. اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فانه بالجود يوصف السائلين رضاه. هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يطالبنا بستة مسوغات لدخول الجنة. اسمع الى صوت النبوة في جلال وخشوع مهيب. اسمع اليه الى حبيب القلوب وهو يقول اكفلوني بست اكفل لكم بهن الجنة. الصلاة الزكاة الامانة البطن الفرج اللسان. سيدي ابا القاسم يا رسول الله. فليس لهم من الاخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا. ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. معاشر السادة الاماجد، مع الدرس 81 والمئة
كنا منذ دقائق نصلي صلاة الجنازة على احد الموتى، وثار في نفسي سؤال: هل كان هذا الميت يعلم انه سيقضي رمضان بعيدا عن اولاده؟ نحن على ابواب رمضان، ورمضان هو الذي يجمع الاحباب، وكل ولد يتمنى ان يقضي رمضان ساعة الافطار بين احضان ابويه. فهل كان هذا الميت يعلم انه سيقضي رمضان هناك؟ وكلنا الى هنا. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد مسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صرار يرتجى طول عمرهم وقد اثقلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أيها الإخوة الأعزاء، وأشرقت الأرض بنور ربها، ولكن ماذا قبل هذه المرحلة وهي مرحلة خروجنا من تحت الثرى الى صعيد القيامة؟ ماذا؟ ان كل واحد منا سيمر بخمس مراحل. كل من قدر له ان يأتي الى هذه الدنيا لا بد ان يمر بخمس مراحل، مهما كان قدره ومهما كان جاهه ومهما كان سلطانه ومهما كانت عظمته، لا بد ان يمر بخمس مراحل. هذه المراحل الخمس لخصها العلي القدير في آية واحدة، وهذه الآية الواحدة جمعت الأزمان كلها، جمعت الآزال والآماد والآباد، الماضي والحاضر والمستقبل. اسمع إلى هذه الآية، اسمعها بأذن قلبك لا بأذن جسمك، اسمعها بأذن قلبك لتحياها الأذن الواعية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ مراحل خمس، مراحل خمس. كان هذا هو الموجز، وإليكم المراحل الخمسة بالتفصيل. كنتم، كان فعل الله يدل على ما مضى من الزمان. هذا بالنسبة للمخلوقات، أما بالنسبة لله فإذا ذكرت كان بالنسبة لله فاعلم ان الزمان قد الغي منها، وانها تدل على الثبوت والاستقرار، كما في قوله تعالى: وكان ربك قديرا.
فكان هنا أزيل الزمان منها، لأن الله لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، فهو خالق الزمان ومنشئ المكان، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان تدل على الزمان الماضي بالنسبة لنا معشر المخلوقات، كنتم امواتا، هذه هي المرحلة الاولى. وكيف كنا امواتا؟ كنا امواتا ايام كنا نطفا في اصواب الاباء، ايام كنا ماء مهينا في اصواب الاباء، وصب هذا الماء في الارحام، وشاء الله لهذه النطفة ان يخلق منها انسانا سويا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. المرحلة الاولى مرحلة الماء المهين، مرحلة النطفة، وهذه المرحلة تساوى فيها الخلق اجمعون، لا فرق في ذلك بين ملك ومملوك، ولا بين رئيس ومرؤوس. فاذا سألت التاريخ عن الاباصرة والقياصرة والاكاسرة والفراعنة، الكل خلق من هذا الماء، وهذا الماء عناصره واحدة لا يختلف من انسان الى انسان. الناس من جهة التصوير اكثر، ابوهم ادم والام حواء، فان يكن لهم في اصلهم شرف يتفاخرون به، فالطين والماء. كلنا انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن خلقوا من هذا الماء، الماء الذي وصفه الله بانه حقير، فقال الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون من ماء مهين. وفي بعض المواضع لا يرضى القرآن ان يصرح بالماء المهين، فيسدل عليه السطار ويقول مولانا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، ولا داعي الى التصريح، فبالتلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. مما مهين ابن آدم، إذا غرّت قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ وإذا غرّك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. إذا غرّت قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ واذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا.
يوما واحدا كنتم امواتا ايام كنتم ماء مهينا وصب هذا الماء في ارحام مظلمة لا ترى الضوء ولا يدخلها الهواء بقرار متين. وجاءت المرحلة الثانية عندما امر الله الملك الموكل بالارحام ان ينفخ فيك الروح. بعد كم يوم؟ بعد 120 يوما وانت في عالم الارحام انسانا عاجزا لا حول لك ولا قول ولا قوه، ومع ذلك كانت الامدادات التموينيه الالهيه لا تنساك لحظه. 40 يوما نطفه، 40 يوما علقه، 40 يوما مضغة. مضغة قطعة من اللحم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما. هذه هي المرحلة الاولى 120 يوما، ثم انشأناه خلقا اخر. هذه هي المرحلة الثانية. فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله احسن الخالقين. وبعد ذلك اراد الله لك ان تعبر هذا المضيق، ان تعبر عالم الارحام الى عالم الدنيا، فرفع الستار عنك عن المرحلة الثالثة. ولكنك يوم نزلت من بطن امك نزلت صارخا باكيا، ما الذي يبكيك وانت الذي فارقت الضيق الى السعة، وفارقت ظلمات الرحم الى ارض تشرق بالشمس نهارا وبالقمر ليلة، ما الذي جعلك تستقبل الحياة بهذا الصراخ والأنين وتضرب الأرض برجليك؟ إنه إيذان إلى أنك جئت إلى دار يقول فيها مولانا لقد خلقنا الإنسان في كبد. نزلت من بطن امك ويداك مطبقتان، يداك مطبقتان كأنك تريد ان تقول اريد ان اجمع الدنيا في يدي، ويوم وضعت في خشبتك الى لحد خرجت من الدنيا ويداك مبسوطتان تقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. ابن ادم، ابن ادم، انت الذي ولدتك امك باقيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. جئت الى هذه الدنيا لا لك يد تقطع، لا لك رجل تبطش، انما جئت خاليا من كل شيء
ويوم نزلت نزلت عاريا من كل شيء، ويوم تفارقها تفارقها خاليا من كل شيء. ان مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. الله الله الله، ولقد جئتمونا فرادى فرادى كما خلقناكم اول مرة. فرادى، ليس هناك حرف، ليس هناك خدم، ليس هناك فرقة من الشرطة العسكرية وراكب الموتوسيكلات، ليس هناك موكب يتقدم موكب الرئاسة، لا. فرادى، فرادى يا من سكنتم قصور الملك وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فرادى، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فردا. فرادى كما خلقناكم اول مرة، قد يأتي الانسان فردا ولكن معه ماء، ولكن معه بسط رشيكات، ولكن معه رصيد، ولكن معه بطاقة بيضاء او كارت بلانش يتصرف معه كيف شاء. فرادى ولكن معه مال، لا، كما خلقناكم اول مرة. هل نزلت من بطن امك ومعك بقت رشيتا او معك مال او معك ما تستعين به على شدائد الايام؟ لا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك جعل لكم السمع والابصار والافئده. قدم السمع على الابصار لان الانسان بعد مولده يسمع فورا، ولكنه لا يرى الا بعد سبعة ايام. فالسمع يعمل بمجرد الميلاد، ولكن البصر يعمل بعد ايام. وقدم السمع على الابصار لان المقام في الآية مقام معرفة وعلم، والسمع في العلم اهم من البصر. فالرجل اذا فقد بصره يستطيع ان يكون عالما، ولكنه اذا نذر وصم لا يقوى على سماع العلم ولا يتحرك لسانه بالكلام، لان الاصم ابكم. ولذلك كانت نعمة السمع اجل من نعمة البصر. يعيرني الاعداء والعيب فيهم، وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا اصدر المرء المروءة والوفاء فان عمى العينين ليس وظيره. رأيت العمى اجرا وذخرا وعصمة، واني الى تلك الثلاث فقير. قدم السمع لان نعمة السمع في العلم والمعرفة
اجل من نعمة البصر، وانما افرد السمع وجمع الابصار، فقال وجعل لكم السمع والابصار، ولم يقل وجعل لكم الاسماع والابصار، لان السمع وحده بمفرده يستطيع ان يتلقى العلم ولو لم يكن معه بصر. فالسمع وحده يعمل مفردا. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. وجئت الى هذه الدنيا تجري فيها ذات اليمين وذات الشمال، تجمع فيها المال من الحلال والحرام، حتى اتاك ملك الموت ليسدل الستار عن المرحلة الثالثة ويرفعها عن المرحلة الرابعة، وحملت على آلة حسباء وانت في نعشك. اتدري ماذا تقول روحك وانت على هذه الخشبة؟ ان روحك تنادي وتقول يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحرام والحلال تستمتعون به، واسأل عنه وحدي امام الله. يا اهل، يا ابنائي، يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا، لقد جمعت المال من الحلال والحرام، جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، واسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. ويوم خرجت من هذه الدنيا كان لك ثلاثة اصدقاء، اثنان منهم تخلفا، المال تخلف في دارك والاهل تخلفوا على باب قبرك، المال ناداك وانت تودعه لا شأن لي بك اليوم، لقد انتقلت ملكيته منك الى ورثتك، والاهل صاروا معك حتى وضعوك على باب قبرك. وعندما احضر الامانة صار اسمك امانة، بعد ان كنت تملأ الدنيا صراخا وعويلا وظلما وجبروتا، بعد ان ملأت السجون واحضرت آلات التعذيب من روسيا والمانيا، وبعد ان حولت بامضائك وتوقيعك حولت رقاب الابرياء الى حبال المشارق، الى حبال المشارق، الى حبال المشانق، وامسكت بقلمك بين اصبعيك وطبقت على احكام الاعدام، ونسيت ان في السماء مملكة مكتوب على بابها، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله، ان الساعة آتية، ان الساعة آتية اكاد اخفيها
لتجزى كل نفس بما تسعى. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. ان احسنوا احسنوا لانفسهم وان اساءوا فضد ما صنعوا. المال تخلف والاخل على باب القبر تخلفوا. ونادى عليك دافن الاجسام احضر الامانة. الامانة اين الحراسة؟ اين الحراسة؟ واين سلاح المشاة؟ واين اسراب الطائرات في المطارات السرية؟ واين الشرطة العسكرية؟ لماذا لم يمنعوا من الموت؟ لان الله اعطى ملك الموت بطاقة بيضاء يدخل بها على اعظم العظماء بدون اذن او ترخيص او جواز مرور. تشاد المباني والقبور دوارسه ولا يمنع الاقبار باب وحارسه. ومهما يكن فالله باق ودائم ويثني الفتى من بعد ما هو غارسه. ونزلت الى الارض وتوجه الاحباب الى بيتك ليقسموا مالك. وبدأت المرحلة الثالثة الرابعة بعد انتهاء الثالثة، مرحلة الارحام ومرحلة الدنيا ومرحلة النطفة ومرحلة البرزخ. نطف وارحام ودنيا وبرزخ، وهذا البرزخ لا ينتهي الا عندما ينفخ اسرافيل في الصور. نظل نائمين تحت التراب لا نرى شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا. نظل في هذه المقابر ولا يدري ما في داخلها الا الله. لا يدري ما في داخل المقابر الا الله. نظل وراء جدرانها الى ان ينادي الواحد الديان لمن الملك اليوم. انتهت المراحل الاربعة وبدأت المرحلة الخامسة. انتهت مرحلة النطفة وانتهت مرحلة الرحم وانتهت مرحلة الدنيا وانتهت مرحلة البرزخ وبدأت مرحلة يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالحصى ولا يسأل حميم حميما. ايتها العظام النخرة ايتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. يأتي الظالم ويأتي المظلوم فيقول الله تعالى للمظلوم ايها المظلوم تقدم، ويقول للظالم ايها الظالم لا تتكلم لا تتكلم. ان هذه المحكمة ليست محكمة الثورة برئاسة البغدادي، وليست محكمة الشعب برئاسة جمال سالم،
انما هي محكمة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ان قلت يا رب لماذا لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة، قال لك لقد ارسلت اليك الانذار، الم تقرأ مالك يوم الدين؟ فانا المالك وهذا يوم الدين. ان قلت يا رب من الذي ارسل الانذار الي، قال لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. ان قلت يا رب انظرني لاحضر الشهود، قال لك يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ان قلت يا رب انظرني حتى اوكل محاميا، قال لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ان قلت يا ربي اتقبل كفالة مالية او كفالة شخصية، قال لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ان قلت يا ربي ساستانف الحكمة، قال لك ما يقدر القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. لا تظلمن، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله، عين الله لم تنم. ايها السادة الاعزاء، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. والى هنا استطيع ان اعيد البداية من مطلع النهاية. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. المراحل خمس: النطفة، ثم الرحم، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم القيامة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا نائم الليل مسرورا بأواله، ان الحوادث قد يأتين أسحارا، ان الحوادث قد يأتين أسحارا. ايها السادة، كل قيادة مخطاء، وخير الخطائين التوابون. يا
وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، هناك مصالحة عقدها الإسلام بين العلم، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يأتِ بربك أنه على كل شيء شهيد. وعندما نظرت إلى داخل جسم الإنسان علمت أن هناك تفاعلات كيماوية تدور داخل الجسم، وهذه التفاعلات لكي تنتظم وترجع وتنشط لا بد لها من مواد عضوية تساعد على ذلك، وهذه المواد العضوية هي الفيتامينات، وهي نوعان: نوع يذوب في الدهنيات، ونوع يذوب في الماء. من هذه الانواع التي تذوب في الدهنيات فيتامين كاف، وقد تعجب لماذا اوجد الله هذا النوع من الفيتامينات، ما وظيفته واين يوجد. اما وظيفته فإنه طبيب ماهر في التئام الجروح، إذا جرح الإنسان قد يسيل منه الدم إلى أن يصفى، فأوجد الله هذا النوع من الفيتامين ليقوم بتصليف الدم حتى لا يصفى الإنسان. أين يوجد؟ أوجده الله في جميع الخضروات، الغالي منها والرخيص، حتى شملت رحمة الله الحيوان إذا جرح، فأوجده الله في البرسيم أيضا ليكون داخل الحيوان طبيبا يمسح بيد الرحمة على الجراح إذا نزف. من الذي أبدع هذه الصنعة؟ الخضروات وللحيوان في البرسيم، بل إنك لتأخذك الدهشة ويستولي عليك العجب العجيب عندما تعلم ان فيتامين كاف اوجده الله ايضا في بكتيريا الامعاء. يوجد في الامعاء نوع من البكتيريا لا يكلفك اي شيء، ولكنه مصنع ينتج فيتامين كاف ليعمل على تجلط الدماء في الجراح، مصنع يعمل داخلك وانت لا تدري، ولكن الذي خلقه يدري. اسألوا الملاحدة، اسألوا الملاحدة، واسألوا المتشفقين، واسألوا الذين يجادلون في الله بغير علم، اسألوهم هذا السؤال.
اذا كانت المعدة تهضم اللحمة لماذا لا تهضم نفسها وهي من اللحم؟ سؤال الى الذين يقولون ان الحياة نشأت من التولد الذاتي، او يقولون ان الحياة ميكانيكية او آلية. اسألوه، اذا كانت المعدة صنعت من اللحم وهي تعظم اللحم، فلماذا لا تعظم المعدة نفسها بنفسها؟ انها تفرز الانزيمات على اخلاط الطعام من الدهنيات والبروتينيات وغير ذلك من الفيتامينات وغير ذلك من المواد الكربوهيدراتية، كل ذلك يتجمع في هذا المصنع الذي يسمى المعدة. تسأل العلماء لماذا لا تعظم المعدة نفسها بنفسها؟ ان السبب في ذلك ان العلي الحكيم كساها بغشاء داخلي، هذا الغشاء الداخلي يمنع الحصار ان تؤثر فيها. غشاء صنعة من هذه؟ صنعة آلة صماء؟ صنعة طبيعة عمياء؟ انها صنعة حكيمة، والحكمة تدل على الحكيم المريد الخبير القادر العليم السميع البصير الحي الحي. تأمل تأمل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأصفار هي الذهب السبيك، على قطب الصبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. ليس له شريك، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. هذه صنعة الله، صنع الله الذي اتقن كل شيء، انه خبير بما تفعلون. يا معاشر السادة، لو اننا استنتجنا من علوم الحياة والكيمياء والطبيعة، لو اننا استنتجنا منها هذه الادلة الدالة على وحدانية الله، لكان جيلنا جيلا عقائديا موحدا بالله. ولكن للاسف للأسف يا وزارة التعليم، للأسف يا وزارة الإعلام، للأسف أيها المشرفون على الجامعات، أبعدنا من مناهج التعليم كل ما يدل على التوحيد والدين، وشجعنا كل ما يؤدي الى الالحاد والهلاك. فيلم من الافلام التي عرضت 16 اسبوع في 7 ايام في 4 حفلات كل يوم يساوي 448 حفل، فيلم اسمه شوق، وليس بشرق ولكنه شرق في جهنم. فل يحتلي فيه الساقط بالساقطة ويعاشرها في الحرام.
وبعد ان يخرج من بين احضانها يسأله احد الهازلين ماذا كنت تفعل؟ اتدرون كيف تكون الاجابة في دولة الاسلام؟ كان يزني بها، فلما سئل ماذا كنت تفعل قال بكل سخرية كنت بهدي بارفع ركعات. الصلاة اصبحت زنا. الصلاة اصبح في المشوه يعبر عن الزنا بالصلاة. يا دولة الاسلام الصلاة زنا، الزنا صلاة. ان الله يقول واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة كنت بعد اربع ركعات يا تافه يا حقير، يا من نشأت في بلد ضيع الاخلاق فضاقت الارزاق. وبالامس ليلة الجمعة مسرحية بين القصرين المقصود بها التهكم والسخرية من دين الله، امرأة ترقى فتقول ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. القرآن يستعمل للسخرية في مسرحياتنا، فيقول لها ابنها سبيني من النفاثات والعقد، سبيني من هذا الكلام. وتظهر شخصية شيخ من شيوخ المسلمين لاجل ان يسخر منها الجميع، لاجل ان يسخر المتفرجون منها. اتحدى القائمين على المسرح وعلى السينما اتحداهم لو اظهروا صورة قسيس، صاحب عمامة سوداء، اتحدى وزارة الاعلام والقائمين فيها من اهل الفساد والاسفاق، القائمين فيها على حرب الاخلاق، اتحداهم من هذا المكان لو اظهروا صورة قسيس يحمل عمامة سوداء على خشبة المطر. لماذا عمامتنا البيضاء؟ ايها المستهزئون بالقيم؟ انكم عند ذلك تقتبسون هذا العلم من كارل ماركس، فان كارل ماركس قال بصراحة سأنسي الناس الله. قال كارل ماركس سأنسي الناس الله، يعني سأجعل الناس ينسون الله. قال له احد تلامذته وبأي شيء تنسيهم الله؟ فقال كارل ماركس لعنه الله سأنسيهم الله بالمسرح. جهد تدفمه وتوفيق الدينه وامن هنيدي المفتش بوزارة الشباب، سيد ملاح المفتش بوزارة التعليم، اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا طولة الاسد. بلا بيوتنا تسخر حتى خيوط الفجر مع الهز ومع ضياع الاخلاق
ومع السخرية بالقية وجريدة الاخراء المعروفة بميلها الى الصليبية المعروفة بميلها بعد ذلك الى اليسار برئاسة مولانا صاحب الجلالة محمد حسنين هيك جريدة الاخراء تطالعنا منذ اسبوعين بصور لاربعة من الشباب يطلق لحياته وتكتب فوقهم هؤلاء هم الارهابيون. ما معنى هذا الكلام؟ هل سيعيد التاريخ نفسه؟ هل سنعود الى نيرون مصر صلاح مصر؟ هل سنعود الى عصر شمس بطران؟ شمس بطران حرف 15 مليون جنيه الى لندن، من الذي سمح له بهذا وكيف عرب هذا؟ 15 مليون جنيه يتصرف فيها العقيد شمس بدران بطل مذبحة السجن الحرب. شمس بدران كان اذا دخل السجن الحربية صاح باعلى صوته وقال انا المرعب. شمس بدران الذي كانت الجثث الميتة تحيط به بعد تعذيبها فيدخل عليه احد الجلادين ويقول له يا فندم الجثث يحط عليها الذباب الا تستسمح لنا بدفنها؟ جثث يسيل منها دم الصياد والجراح تحت حرارة الشمس المحرقة في بستيل مصر في تاريخ مصر الاسود في تاريخ مصر الاسود. يا شمس يا ليت امك لم تكن دليتها فكلتك يوم ولدتها يوما اغبرا. ادليس فيه دعا الابارسة كلها ومشى على وجه الزمان ومغفرة. النكسة الكبرى حملت لواءها كالفارس المغوار عاد مظفرة. الجثث تنزف منها الدماء ولكن لا يؤذن بدفنها الا بعد ان ياتي الليل. يؤتى بالجثث وتلقى في العربات العسكرية وتدفن في صحراء العباسية ويقول شمس للزبانية اذا دفنت الجثث فلا تنسى ان تأتي بالبطانيات معك لانها عهدة. البطانية عهدة والادم ليس بعهدة يا طاغية يا عدو الله. اذا كانت البطانية عهدة عندك فان الادمية عهدة عند من لا يغفل ولا ينام. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. ماذا كانت النتيجة؟ اننا نطبق مبادئ ماركس من حيث ندري ومن حيث لا ندري. اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. سانسي الناس الله بالمسرح والمسرح اليوم على اشده. فماذا كانت النتيجة؟ تخويف للشباب من ان يطلق لحيته. وقد هجمت علينا امريكا بخيلها ورجلها ورياحها ورمالها ورعودها. شباب الملتحي يهدد بالاعتقال وبالسجن وبالتشريد ليقول كل واحد لابنه يا بني احلق لحيتك ولا تصلي الجمعة في المساجد فانك تعلم ان اطلاق اللحية وصمة تؤدي الى المعتقلات والصلاة في المساجد ورطة تؤدي الى المعتقلات. لماذا نحارب الدين؟
ولماذا نسمع بأذاننا ونرى بأعيننا النصارى وهم يقتلون المقاومة الفلسطينية في لبنان، ومع ذلك نسميهم تسمية رقيقة عسفة طرية، نقول عليهم الانعزاليون اليمينيون الكتائبيون، تسمية خطرات النسيم تجرح خديها ومس الحرير يبني بنانها. الكفارون في لبنان يقتلون المسلمين تقتيلا وتشريدا، ومع ذلك يتأدب إعلامنا أدبا ما بعده أدب، يسمى النصارى الكفارين الانعزاليين اليمينيين رجال الكتائب. فإذا ما جاء إلى شبابنا الملتحي سماهم الإرهابيين، كلمة مرعبة تنخلع لها القلوب وترتعد لها الأوصال. فماذا كانت النتيجة يا سادة؟ اسمعوا حصاب الهشيم الذي نحصده. زوجة تبلغ النيابة العامة ان تأمر بضبط زوجها مع امها. سيدة مدرسة زوجها ينام مع امها ويطبقان متلبسين، والامام ابو حنيفة وابن حنبل يقولان من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها وحرمت هي على اصوله وفروعه. اسمعوا الى الخبر الثاني، اسمعوا الى حق بنات كبراهن في سن السادسة عشرة يعرفن من بيتهن ويغسلن الى ابيهن يقولن. واذا فكرت في اننا سنحضر اليك فسنتخلص من الحياة. ثلاث بنات كبراهن في سن السادسة عشرة يغادرن البيت على جناح السرعة لان اباهن لم يذهب بهن الى رمال الشاطئ الى شواطئ الاسكندرية والمصايف. اذا كانت هذه حال البنات فكيف حال الشباب؟ حصاد الهشم، حصاد الهشم. ثلاث بنات، رب البنات على الفضيلة انها في الشرق علة ذلك الاخفاق. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الام رب ان تعهده الحياة بالري اروقا يما يراك. اسمعوا هذا الخبر الثالث، شاب يتزوج بامرأة ويغادر مصر الى البلاد العربية ليكوت نفسه، يذهب الى الكويت ليكوت نفسه، ويذهب الى ليبيا ليلبي طلبات زوجه، ويذهب الى السعودية ليسعد حال بيته. وبعد ان ذهب وترك زوجته ارسلت اليه بعد اربعة اشهر تقول له احضر فقد رزقنا الله بمولود. بعد اربعة اشهر الحمل على طريق الذرة، حمل ذري، كان الحمل فيما مضى 19 فاصبح في القرن العشرين 14.
هذا هو الحمل مظل سنة 76. احضر على جناح السرعة بعد 4 أشهر لتبارك المولود. ولم يحدث في التاريخ ذلك. اقل مدة الحمل 6 أشهر مصداقا لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالحمل والرضاعة 30 شهرا والرضاعة وحدها 2 سنين أي 24 شهرا. اطرح 24 من 30 يبقى باقي الطرح يساوي أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر. ولكننا خالفنا الكتاب وخالفنا العرف وخالفنا كل شيء فصارت نساء مصر في بدعة جديدة. احدى النساء تحمل بعد 4 أشهر. يا رب يا رب اكرمنا ولا تهنا. حصاد الهشيم حصاد الهشيم ونحن في غفلة معرضون. الدولة مشتغلة بتنظيم اليمين والوسط واليسار والناس هناك في واد آخر والأخلاق تهدمها وصارة الإعلام. الشيوعية لها تنظيم والناصرية لها تنظيم برئاسة كمال رفعت والوسط له تنظيم واليمين له تنظيم. فأين تنظيم محمد بن عبد الله؟ أين تنظيم لا إله إلا الله؟ أين تنظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ كل يدعو الى ليلاه ويعرف اللحن الذي يخواه. ومن العجيب ان صحفنا تميع الاسلام تمييعا. اقرأ جريدة الجمعة في الاخبار تجد كلاما فارغا لا اساس له. اقرأ الصفحة الدينية في الاعلام كلام لا اساس له. احد المشايخ الذين حملوا شهادة الدكتوراه يبيح شهادات الاستثمار وهي حرام حرام سواء في ذلك الفها وباؤها وجيمها لانها قمار لانها ميسر لانها خدعة. ومع ذلك يطالعنا احد المشايخ الذين كتب الله عليهم ان يحملوا ورقة كتب عليها الدكتوراه يبيح هذه الاشياء وهو يعلم انها قمار وميسر وخدعة والاسلام حرمها. ولكن لا عجب فهو عضو في الاتحاد الاشتراكي وكل من دخل الاتحاد الاشتراكي فلا تلوموه لانه ليس في الاسلام اتحاد الاشتراكي. ان في الاسلام مؤسستين اسمتين الاسرة والمسجد. الاسرة حيث قال الله تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. المسجد حيث يقول تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. اما نحن فتنظيمات واتحاد اشتراكي. حاسب الله من كون هذا الاتحاد الاشتراكي. حاسبه الله. 7 مليون يحتلون المساكن وتسمى بوحدة القسم ووحدة المدينة والمركز.
مساكن، اتركوا هذه المساكن لمن يبحث عن زوجة ليعد نفسه بالحلال، ولا داعي لما يسمى بمجلس الشعب ابدا. من اراد ان يساهم في مجلس الشعب ويكون عضوا في مجلس الشعب فاشترط عليه ان يؤدي عمله لله دون ان يتقاضى على ذلك مليما واحدا من دماء الشعب. لا سيارة ولا مسكن على حساب الدولة ولا تليفون ولا 120 جنيه ولا بطاقة يصرف منها ما شاء من الجمعيات الاستهلاكية يأكل دجاجها وعدسها وفومها وبصلها. من أراد أن يساهم في مجلس الشعب فليتقدم بالمساهمة بدون أن يتقاضى على ذلك أجر. أتحداكم لو تقدم واحد إلى هذا. الأهداف كلها مادية ومظاهر خداعة، مظاهر خداعة، ونسينا قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. يا أمة الإسلام الصلح الصلح مع الله، الرجوع الرجوع إلى الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع رايتنا، اللهم انصر إسلامنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم قوي عقيدتنا، اللهم احد المسجد الاقصى الى ديارنا، اللهم ارفع دين محمد، اللهم انصر دين محمد، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم فك اسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم احد صفوفنا، اللهم قوي ايماننا، اللهم اد ديوننا، اللهم فك اسرنا، اللهم ارحم ضعفنا. ايها السادة الاعزاء، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. نور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها. كان ابراهيم عليه السلام رجلا مضيافا كريما يحب الضيف ويحب اكرام الضيف، وانقطعت عنه الضيوف 3 ايام فتألم ابراهيم وشكى امره الى الله وقال يا ربي انا لا اطيق اكثر من ذلك. هل عايزك توحد الله؟ يا اله الا الله محمد رسول الله. سيدنا ابراهيم جد رسول الله محمد كان رجلا مضيافا لا يطيق للضيف فراقا، ومضت 3 ايام لم يطرق بابه ضيف، فشكى ابراهيم الى ربه وقال يا رب لا اطيق اكثر من ذلك. واذا بالباب يطرق واذا بالطارق 3 من عظماء الخلق. سمعنا الصلاة عليه. 3 بيخططوا على الباب. لا ابراهيم عارف هم مين، ولا من اهل البلد ولا جايين من سفر
ليس عليهم اثر السفر ولا يعرفهم انهم من اهل البلد، فمن اين هؤلاء؟ فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، تحيه الاسلام، تحيه الاسلام السلام. ربنا لما حي النبي ليله المعراج قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك، سلام، تحيه الاسلام. لما تلقى على اخيك السلام يكتب الله لك بالسلام 30 حسنة. كلمة السلام عليكم 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10. يعني تلقي السلام ويرد عليك السلام انت وهو تروحوا لبنك الرحمن جل جلاله تقول يا رسول الله عايزين نفرض هذا الشيك الاسلامي شيك بكام؟ شيك سلام ب30 حسنة. 30 حسنة، تعبت بحاجة، خسرت حاجة، دفعت من جيبك حاجة، ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلفك كام؟ مش حاجة. انما ونجور برصوار قد مؤمن، اوكي اوكي، ايه اوكي عليك؟ ايه يا راجل، وسعيد ايدك على الحديدة، باي باي يا باي من باي باي. تبقى الواحدة جاية لسه من عمق الريف، وقال تعالي ابن الصلاة اللي عنده 30 قال يعمل بصدعه كده يمين وشمال، يعني باي باي يعني خلاص. لكن اصلنا ليه ناسينا تحية الاسلام ليه؟ يا ربنا بيقول سأل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ده الجنة ربنا سماها دار السلام، قال لهم دار السلام عند ربهم، وقال والله يدعو الى دار السلام وسمى الاسلام سلاما، فقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، سلم اللي هو الاسلام سلام. والسلام اسم من اسماء الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وحد له لا اله الا الله. ده كأن كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهقول لك على فايدة عظيمة، أول ما تدخل بيتك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف ساعة ما تلقى السلام على أهل بيتك إبليس اللي معشش في البيت يقول للزبانية الدورة هيا بنا لا مبيت لنا عند هذا الرجل. شو الكلام؟ اول ما تدخل بيتك تبتدي مفجر القنبلة دي، مين شين يعني مبطل الشيطان. اول ما تدخل البيت يقول معاك مدفعية مين شين مبطل الشيطان، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان يقول لي يا اولاد يلا بينا، الرجل ده خلاص فجر القنبلة المسيلة للدموع، احنا ملناش عيش هنا، يلا بينا نروح مش حبات هنا. انما يدخل من الباب على طول على الدولاب يطلع العلبة الكن وتحط كنت بين قوسين، وبعدين اذا ملقاش العلبة مكانها خلاص يتعصر، هي راحت فين؟ المزاج تعبان، لابد يبحث عن السجاير، الناس بتبحث عن البترول واحنا بنقول يبحثوا عن خمراء قامتها هيفاء،
وبعدين نسيت طرق السلام. الشيطان يقول يا سلام اطرقنا المبيت عند هذا الرجل. خلاص استقروا كل واحد ما ياخذ الموقع بتاعه وخلونا مرقبين هنا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا ودعم الصاحب. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. لما تيجي تاكل ما تنساش انك تقول بسم الله. ليه؟ ساعة ما تقول بسم الله يقول الشيطان لاخوانه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. مش هناكل عنه. لان كلمة بسم الله دي عبارة عن مدفعية مضادة للشيطان عند الطعام. انما جينا ناكل اتخلقنا على الاكل. السلطة رأس ملح. الرز مش مستوي. المكرونة فيها عقدة. وتقعد بقى النبي من ادب ما عاب رسول الله طعاما قط. عمر النبي ما عايب على اكل. ابدا. ده من حسن المعاشرة. ولذلك يقول اذا رفعت لقمة الطعام الى فم زوجتك كان لك بذلك صدقة. يا سلام. يا سلام على التربية السليمة بتاع سيدنا النبي. يا سلام. لما واحد يبقى قاعد ياكل يوم يغمس لمراته لقمة ملوخية يحطها في بقها طبق. الله يكرمك. دي هتكلفك ايه؟ زي ما بيهتم فيها بالكورة والزمالك جاب ايه والمحلة جاب ايه ومين اللي خد الكاس. اهتم انك انت تؤلف المودة بينك وبين اهل بيتك. حاجة بيدي مش مقصرك حاجة. انما في نفس الوقت هتخلي المدام تدعي لك من طلوع الشمس الى غروبها. يا سلام على الرجل الكريم. ربنا يطول عمره. انما تخطف من السماء الحاجة وتقول لها قومي وانت نازلة اكل زي كاسحات الالغام. فبقت المدحة بتحط في البسين. مش هتنساها لك ابدا. كل ما تيجي السيرة تقول يا شيخ هذا راجل ما فيهوش خير. ده كان بيكرهنا. يلا. لا. النبي كان بيحافظ على المودة بين الزوجين وعلى العلاقة. مهما كان بينك وبين اهل بيتك من نزاع. عندما تلقي السلام وانت داخل. اذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجرب. جرب الدافع النبي. انما سيدك من صباح الخير ورزاليوس. الكلام ده ما ينفعش. لغة الناس بتوع الصباح دول. ما فيش واحد في المصالح الحكومية يقول السلام عليكم. كل واحد صباح الخير يا بيه صباح النور يا تيه صباح الخير يا سين صباح النور يا جين. السلام ده راحت فين يا اخي؟ يقول لك لا ده هي دي المدنية. السلام عليكم ده راحت من زمان. زي اللي بحث في ربطات البيوت بتقول ان انا بلبس لبس شرعي انما المدير بتاعي بيمنعني من اللبس الشرعي. شوفوا بقى الست اللي بتقدم ربطات البيوت بترد تقول ايه؟ شوفوا يا جماعه شوفوا سمعوا لي الصلاة على حبيب الله. بتقول لك من المستمع ميم سين حا بتقول ان انا بلد الشرع والمدير بيمنعني. قلت لها يا بلاش اللبس الشرعي في العمل واسمعي كلام المدير. يعني اصبحنا كلنا مشرعين واصبحنا كلنا فقهاء واصبحنا كلنا بنفسي. اللي يقول لك الاجهاض حلال واللي يقول لك قائد البنوك حلال واللي بكره يقولوا ايه؟ بكره يقولوا ايه بس؟ ما كل حاجه النهارده اصبحت فتوى بغير علم. مع ان الفتوى امانة. يا سيدنا الامام مالك رضي الله عنه سئل في 36 مسألة اجاب على 11 مسألة وقال في الباقي الله اعلم. اللهم صل على النبي. الامام مالك اللي بيقول ما نمت ليلة الا رأيت رسول الله معي في المنام. احد يشوف النبي كل ليلة لغاية ممات. ومع ذلك افتى 11 مسألة وقال في الباقيات الله اعلم. فتوى.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم. عشان الفتوى، عشان الفتوى، من افتى بغير علم فليتبوى مقعده من النار. اللي حب النبي محمد سمع الصلاة على حبيب الله. اذا اي تحية غير السلام فانها شيك بلا رصيد، شيك لا رصيد له في بنك الرحمن. جلس الضيف الثلاثة عند الخليل ابراهيم، واذا بابراهيم يذهب الى اهله متخفية. كلمة فراغة يعني ذهب سرا الى اهله، وقال لزوجته السيدة سارة: اذبحي لنا عجلا سمينا. في كلمة فراغة يعني ذهب متخفي، مش ألوم عن ابنكم يا جماعة، اعمل شاي ولا ما بتشربوش؟ تباتوا هنا ولا جنبنا؟ لو كانت عاملة تحطوط 99.5% ولا 9%؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ اجيب اكل ولا شبعانين؟ هقول لك شبعانين، هقول لك قد. ولذلك شوفوا يا جماعة، طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. اللي عايز ربنا يشفيه ياكل اكل عند واحد كريم ولو عيش بملح. اللي يكون صحته كويسة وعايز ياخد انفلونزا يشرب كوباية مية عند واحد بخيل، يطلع مرشح على طول. امال ايه؟ شوف سيدنا ابراهيم الخليل كرم وعمل ايه؟ ثلاثة يذبح لهم عجل، ثلاثة يذبح لهم عجل، بينما الراجل اللي راح له ضيف قعد ابنه جنبه وقال له كل ما يكسر يقول: يا بابا وانا وقف لك طرة عشان اشوف كلبك كان رغيف. الضيف كسر اول رغيف، الواد قال: يا بابا. ادي واحد كسر تاني رغيف، الواد قال: يا بابا. الضيف عرف كلمة يا بابا كلمة سر الليل، فقام على العيش كله كسره مرة واحدة. فالواد قال: يا بابا يا بابا يا بابا. قام الراجل قال له: ما تاكل بالراحة، سعر طلعت الولد يا اخي، كل على مثلك. جمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. طعام الكريم دواء، والكريم يجود بما عنده. يعني مش لما يجي لك ضيف بقى تروح تعقد جلسة طارئة مع المدام في المطبخ وتقول: نجيب ايه؟ وبعدين تجيب زيتون، وجبنا فلمنت، وجبنا نستو، وجبنا سشتر، وجبنا مستر، وجبنا نكتون، وتغيب تجيب انواع الشوف كله. وبعدين بعد الراجل ما ياكل تعقد جلسة طارئة برضه مع المدام، دي كانت دخلته علينا سودة، اعوذ بالله. الرجل ضيع 2 جنيه في الشيطان الرجيم. قال: طب ومين قال لكم تعملوا كده؟ يا اخي ده النبي دلنا على حاجة عظيمة قوي. لما يبقى عندك ضيوف كتيرة وعايز توكلهم لما يشبعوا، النبي قال: عليكم بالثريد فان في الثريد بركة. الثريد هي الفتة. هات نص كيلو عدس وفتة حاطين لانجر فتة واتجرح فيهم اللي يملى بطنه بقى. ياكل. وبعدين الكريم يجود بما عنده، اللي موجود تاكل منه. وبعدين اهم شيء مع الضيف ان تلقاه بوجه حسن. يعني لو قدمت له كوباية مية اتفضل يا فلان كوباية المية دي، هيشربها كده. انما روح هات انت ديك رومي، هات انت مؤثر الفجر، هات انت الشمس عند الغروب اللي هي الفطورة المشلتتة، وبعدين اقعد قدامه على الصقلية ضارب بوز دراما، كل ما ياكل انت مكشر ومتنرفز واعصابك سايرة. طب هياخدوه من عندك على مستشفى الدمرداش يعملوا له غسيل معدة. ها المسألة ايه؟ سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء بعجل سمين. اي
العز ده كان عامله كان محمره ولا عامله على شرب. ربنا قال في آية تانية فجاء بعز حنيف، ومعنى حنيف يعني مشوي، لان اطيب اللحم ما كان مشويا. هو ده اللي كويس، خالي من الصنعة وخالي من الذكور وخالي من الرتوش. ما نغش بقى طول النهارده خرب بصل وثوم، وبعدين اللي ياكل الاكله دي ما يقومش الا بعد ثلاث ايام ويقوموه بالونش. لا، لحم المشوي خفيف وصحه. لما جابوهم العجل امامهم وجدهم لا تصل ايديهم اليه، ما بياكلوش. انت يا جماعه ما بتاكلوش ليه؟ لاول مره شوف ناس بتحطوا قدامهم لحم مشوي ولا ياكلوه. واذا بالامين جبريل يقول له اننا ملائكه السماء يا خليل الرحمن. ملائكه جبريل، ميكائيل، اسرافيل، الملائكه اجسام نورانيه لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، انما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، احنا بناخد اكسجين ونطرد ثاني اكسيد الكربون، هم الشهيق والزفير. سبحان الله والحمد لله، ليلا ونهارا تسبيح وتحميد. ولذلك قال عنهم مولانا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انتم مش هتطلبوا الاكل اللي انا عملته ده هيروح فين؟ قال المفسرون ان جبريل مس بيده على العجل فقام حيا كما كان. باذن الله، باذن الله الواحد الديان. طب يا جماعة خير، انتوا جايين ليه؟ واذا بالسيدة سارة قادمة فبشروها بغلام حليم. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على حبيب النبي محمد. يا سلام، كان عندها من العمر ما فوق الثمانين، وكان عند ابراهيم من العمر 99. والاستاذ خلف، الاستاذ خلف ولد، واراد ربك ان ينجب ابراهيم بعد هذه السن المتقدمة. شوفوا الناس اللي نفساف ولد، والناس اللي بتقول مش عايزين اولاد. انتوا بيتكوا ايه عشان تقولوا ربنا هذا الكلام؟ وبيتكوا ايه عشان تعتدوا على ربنا؟ ده مجرد التفكير في المسألة دي شك في الله.